احد الاشياء حكينا لما حكينا عن الدي سي موتور، قلنا لو عندي هون مثلا بيرمننت ماجنت نورث بول، وعندنا هون الارمتشر، وعندي هون ساوث بول، وعندي هون مجموعه كونتاكترز موجوده امبيدد في الارمتشر. خليني افترض الان انه عندي في فلوكس بهذا الاتجاه، هذا الفلوكس راح نسميه دايركت فلوكس. الدايركت فلوكس هو الفلوكس اللي لازم يضل كونستنت من ثابته، فعادة وي كيب الاكسايتيشن constant. والإكسايتيشن هو IE direct flux. فمنخلي الدايركت فلوكس constant. هذا لما يصير عندي، خلينا نشوف طلع هون، خلينا نفترض مثلا انه الكرنت حتى يصير في عندي حركة بهذا الاتجاه، خلينا نتأكد اذا حتى يصير عندي حركة بهذا الاتجاه، عندي هون الموتور افكت، فالموتور افكت عندي الفلوكس بهذا الاتجاه، ولو فرضت الكرنت داخل بالصفحة على هاي الجهة، داخل بالصفحة هاي الجهة، معناها هذول كلهم اكسس. فلو فرضت انه هاي الجهة كلها الجهة اللي باليمين، الجهة اليمين من النيوترال اكسس كلهم داخلين بالصفحة، ورجعنا على الموتور افكت، راح اجد انه الكرنت داخل بالصفحة، الدايركت فلوكس بهذا الاتجاه، فالفورس راح تكون بهذا الاتجاه، فهذول كلهم راح يتكون عليهم فورسز بهذا الشكل، هذا الشكل من هون هيك هذا الشكل. ولو طلعت على الجهه الثانيه لازم كل واحد بيعبر النيوترال اكسس، كل سلك بيعبر النيوترال اكسس، لازم يكون الكرنت هون طالع من الصفر. هلا زين، وهذا طبعا راح يكمل التورك عندي، راح يتكون عندي هيك، فراح يصير عندي التورك والموشن راح تصير بهذا الاتجاه، وراح تصير عندي بعدين جنريتر افكت، ما راح ادخل هلا بالجنريتر افكت. ما دام مشي عندي كرنت، صار عندي الكرنت طالع من الصفحة من هون داخل بالصفحة هون، راح يتكون فلوكس. مين اللي كون هذا الفلوكس؟ مش البيرمننت ماجنت، الكرنت اللي ماشي في الروتور. راح يتكون عندي فلوكس اسمه كوادراتشر فلوكس، والكوادراتشر فلوكس خلينا نرسمه بلون ثاني. نرسمه بالأزرق. هذا الكوادراتشر فلوكس جاء من الروتر، هذا الدايركت فلوكس. هذا الدايركت فلوكس، وهذا اجى من. والقاعده بتقول انه وي كيب الاكسايتيشن، الدايركت اكسايتيشن كونستانت، الاكسايتيشن بضل كونستانت، وبنغير الكوادراتشر فلوكس حتى نغير التور. إذن هي الرول الأولى. الرول الثانية we change the quadrature flux in order to change the. هلا راح كمان راح نفكر إنه التورك، راح نفكر في التورك إنه هو كروس برودكت ما بين الكوادرتشر فلوكس. إذا التورك produced، إذا بدك تسميه magnetic torque أو electromagnetic torque، الالكترومغنتيك تورك induced أو produced هو كيف تعتمد على الدايمنشنز تبعت المشين، طول السلك هذا، عدد الأسلاك، القطر، كل الأشياء هاي، وبي آر اللي هو الروتر، كروس برودكت مع دي إس اللي هو تبع الستيتر. هلا الكروس برودكت بين هذول لازم يولد تورك في حالة الموتور يكون بنفس اتجاه الدوران. اذا تورك produced will be in
direction of motion in the case of a motor. كيف بعرف؟ بدي اعمل بي ار كروس مع بي اس، سي بي ار كروس مع بي اس اعطاني تورك بهذا الاتجاه، معناها تورك بنفس اتجاه الدوران. اذا التورك بهذا الاتجاه والدوران بهذا الاتجاه. لو هذا جنريتر وعملت كروس برودكت بين بي ار وبي اس راح الاقي انه التورك راح يكون معاكس لاتجاه الدوران، وهذا صحيح في الجنريتر لانه الجنريتر نفسه بولد تورك معاكس. مين اللي بتغلب على هذا التورك المعاكس اللي ولده الجنريتر؟ البرايم موفر الخارج. لكن هون بالحاله هاي انا معتمد على الموتور هو يعطيني تورك ويحرك السيستم، فبتولد تورك بنفس اتجاه الدوران، وهذا هو متوقع من المحرك. المحرك بده يعطيني تورك بنفس اتجاه الدوران لانه هو اللي بده يحرك، هو راح يكون البرايم موفر، في حين جنريتر معكوس. اذا هاي ممكن نفكر في التورك البروديوست بين الاثنين، وهذا طبعا لانه كروس برودكت راح يكون ساين الزاويه بينهم، فهذا كماجنتيود راح يساوي او راح يساوي كين في بي ار كماجنتيود في بي اس كماجنتيود في ساين جاما، وجاما هي الزاويه ما بين بي ار وبي اس. اوكي ماشي.